مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية جديدة من قناة حضرموت في المكلا، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بأركان حرب اللواء 83. انطلاق أعمال مؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة بالمكلا. وزير الإعلام والثقافة والسياحة يزور الأديب والفنان عبد الله العمري ويشيد بإسهاماته المسرحية. تدشين المنافسات الختامية للأنشطة الأصفية للفصل الدراسي الثاني للبنات بالمكلا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا وسهلا بكم. أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اتصالا هاتفيا مع أركان حرب اللواء 83 العقيد فضل النميري للاطلاع على الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهة مريس شمال الضالع وما يسطره الجيش والمقاومة من ملاحم ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وما تحقق من إنجازات خلال الساعات الماضية. بدوره أوضح العقيد فضل النميري الموقف الميداني في جبهة مريس مؤكدا أن كل التضحيات تزيد الجميع إصرارا على مواجهة الانقلاب الحوثي ودفن مشروعه العنصري. انطلق بمدينة المكلا أعمال مؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة الأول في اليمن الذي تنظمه مؤسسة عدالة للتنمية القانونية لمدة 3 أيام بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف المحافظات الجمهورية برعاية رئيسية من مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ووزارة الخارجية اليمنية. للمزيد في سياق التقرير الآتي. بحضور أكثر من 100 مشارك ومشاركة من محافظات مختلفة، دشنت بالمكلا أعمال مؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة الذي تنظمه مؤسسة عدالة للتنمية القانونية تحت رعاية وزارة الخارجية اليمنية ممثلة بمعالي وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك وبحضور عدد من وكلاء المحافظة والشخصية الاجتماعية والأمنية. هذا المؤتمر والذي يصادف تدشينه باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام يعد هو الأول من نوعه في الجمهورية اليمنية يقام في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. ويقول القائمين على المؤتمر إن عدد المتقدمين للمشاركة في مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة المنعقد في مدينة المكلا حوالي 1600 شخص، تم اختيار 100 منهم تحقيقا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا. هذا اليوم 20 فبراير هو اليوم الأول لافتتاح مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة والذي يصادف اليوم العالمي للعدالة، ونحن في المؤتمر سعداء جدا بهذا الحضور وبالمشاركين الوفود المشاركة من أنحاء الجمهورية اليمنية، سعيدين بهذا اليوم الذي اجتمع اليمنيين بكافة انتماءاتهم، كل الشباب فئة الشباب اجتمعوا، ونريد أن نوصل رسالة للعالم وللمجتمع اليمني بشكل خاص أن المجتمعات بكافة أجناسها وبمختلف دياناتها وأعراقها وألوانها تعايشت وتعاشت تحت راية السلام. وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك وخلال كلمته للوفود المشاركة في حفل الافتتاح عبر زوم أكد أن الرئيس عبد الرب منصور هادي يولي الشباب والمرأة اهتماما كبيرا، مبينا أن المؤتمر العالمي يأتي بعد 7 سنوات من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي وضع الأسس الحقيقية لبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة، في حين أكد مستشار المبعوث الأممي للشؤون السياسية بيتر رايس في كلمته عبر برنامج الزوم على أن الأمم المتحدة تثمن اهتمام كل الدول الأعضاء، مؤكدا على دورها الراعي لعمليات السلام في اليمن، ومشددا على أهمية القرار 2216 لإنهاء الحرب ولتسهيل العملية الانتقالية في البلاد، بالإضافة إلى دور الشباب في بناء عملية السلام.
إلى جانب ذلك، قال رئيس مؤسسة عدالة للتنمية القانونية محمد بن حمدين وخلال كلمته في حفل افتتاح المؤتمر أن البرنامج العالمي نموذج محاكاة الأمم المتحدة في نسخته الأولى باليمن جاء وفقا وما توليه المؤسسة من اهتمام بالغ بالشباب والدفع بهم لبناء مؤسسات الدولة وعملية السلام المختلفة. تجربتنا في هذا المؤتمر تتمثل أنه نوصل رسالاتنا للمجتمع الدولي من خلال الحلول اللي إحنا بنكتبها في ورقة الحلول، بنقدمها لأربع قضايا مهمة تشغل العالم اللي هي الإرهاب والإغاثة وكوفيد 19 والأهداف التنمية المستدامة. احنا نتطلع انه يعني توصل رسالتنا بجد الى 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 كل الدول، ويكون للشباب اليمني دور فعال في على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي كما هو في المستوى المحلي. سيعمل المشاركون في المؤتمر كممثلين لدول مختلفه لمحاكاه الاجهزه الثلاث الرئيسيه في منظمه الامم المتحده، وهي الجمعيه العامه ومجلس الامن وكذا محكمه العدل الدوليه، ويسعى إلى إكساب الشباب اليمني المعرفة العملية بالسياسات وأنظمة الدول والمنظمات وكيفية تعاملها مع الأحداث في العالم، إضافة إلى تعزيز دور الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار من أجل تحقيق السلام والمصالحة والتعايش وزيادة فرص المنح التعليمية والوظائف الدولية للشباب اليمني. زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الكاتب المسرحي الفنان عبد الله العمري بمنزله في العاصمة المؤقتة عدن. وخلال الزيارة أوضح الوزير الإرياني أن هذه الزيارة تأتي في سياق توجيهاته للحكومة بالاهتمام بالفنانين والمبدعين في كافة المجالات، وتقديرا لجهود المبرزين منهم والذين ساهموا في إثراء دور المسرح اليمني. لافتا إلى أن حكومة الكفاءات ستعمل على دعم وتشجيع مجالات الآداب والفنون جنبا إلى جنب مع جهودها في التنمية والأمن والاستقرار، وليكونوا رافدا وطنيا. وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بإسهامات العمري وأعماله المسرحية والأدبية ودوره في تأسيس مسرح الطفل والمسرح مسرح المدرسي ومسرح الإذاعة ومسرح الشباب ومسرح الهواء الطلق والمسرح الفقير. ومن جهته أكد الأديب والفنان عبد الله العمري استعداده لتقديم أعمال تخدم المجتمع ووضع خبرته وتجربته الطويلة والثرية تحت تصرف الوزارة للاستفادة منها والمساهمة في تأهيل جيل مسرحي متميز ومحترف. رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة إلى قائد لواء الأحقاف العميد ركن غيثان البحسني في وفاة شقيقه عوض. وتقدم المحافظ بأصدق التعازي لأسرة وذوي الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بحث سفير بلادنا لدى جمهورية كوبا محمد ناشر مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الكويتية سعادة هيكور إيغاراسا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرق السفير ناشر إلى التطورات السياسية في أعقاب اتفاق الرياض وتطبيع الأوضاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مشيدا بالمواقف الكوبية الصديقة الداعمة والثابتة للحكومة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، ومثمنا التسهيلات المقدمة للطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الكوبية. من جانبه جدد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الكوبية موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية وجهودها في سبيل وقف الحرب وتعزيز السلام. اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن ورشة خاصة بتوصيف كليات وبرامج جامعة أبكس الأمريكية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا حسب نماذج مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، تنفذها جامعة أبكس الأمريكية الحديثة للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.
وهدفت الورشة إلى تعريف 12 مشاركا من كليتي الهندسة والعلوم الإدارية جامعة عدن إعداد وصياغة الرؤى والرسالات والأهداف للجامعة وكلياتها وبرامجها الأكاديمية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وإعداد دليل التقييم الذاتي للمستوى الأول بداية بحسب نموذج مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. وفي اختتام الورشة أشار مدير عام مؤسسات التعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي والفني والتدريب المهني خالد شعفل إلى أهمية الشراكة بين الوزارة وجامعة أبكس الأمريكية في خلق علاقة تكاملية من شأنها النهوض بمستوى التعليم العالي والأكاديمي. من جانبه اعتبر رئيس مجلس الأمناء بجامعة أبكس الأمريكية أحمد العطاس الورشة دليلا إرشاديا لمساعدة أعضاء هيئة التدريس لتطوير قدراتهم وتمكينهم من أداء دورهم الأكاديمي والعلمي بالشكل المتميز ووفقا للتطورات العلمية الحديثة. دشنا وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بحضرموت الأخ جمال سالم عبدون المنافسات الختامية للأنشطة اللصفية للفصل الدراسي الثاني للبنات والتي شملت 31 منافسة بالمنشآت التعليمية بمجمعي بلقيس والمينا وروضتي 30 نوفمبر والأول من يونيو بمديرية المكلا. وخلال التدشين أكد الوكيل عبدون أن هذه النشاطات تعد مكملة للعملية التعليمية ومقياسا لما وصل إليه الطلاب في المقررات الدراسية، مشيرا إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة دأبت على تنظيمها سنويا كظاهرة تربوية وتعليمية تهدف إلى صقل مواهب وإبداعات الطلاب وتبادل الخبرات المعرفية فيما بينهم من مختلف مديريات المحافظة، مؤكدا أنه سيتم عرض تلك النماذج الإبداعية النوعية ضمن فقرات الحفل الختامي للأنشطة. دشن عميد كلية المجتمع بمحافظة شبوة الدكتور محسن بحاج امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري 2021 بالكلية، والتي يتقدم لها 183 طالبا وطالبة يدرسون في 4 تخصصات مهنية. ولفت العميد بحاج بنوعية التخصصات المهنية التي يدرسون بها في مجالات طب الطوارئ والمحاسبة وهندسة التبريد والتكييف وبرمجة الحاسوب، مشيرا إلى حاجة السوق المحلية للعمالة المهنية المؤهلة في هذه المجالات. مشاهدين الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا بأركان حرب اللواء 83. انطلاق أعمال مؤتمر نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة بالمكلا.
وزير الإعلام والثقافة والسياحة يزور الأديب والفنان عبد الله العمري ويشيد بإسهاماته المسرحية. تدشين المنافسات الختامية للأنشطة اللصفية للفصل الدراسي الثاني للبنات بالمكلا. وفي ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها على حضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، تقبلوا تحياتي أنا عبد الله بامونيف وهي موصولة لكم من طاقم العمل. وللمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في، وبإمكانكم مشاهدة البث الحي للقناة على موقعنا في اليوتيوب. حتى هذه اللحظة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الله.